هم يلاقوا حياة تانية على كوكب آخر عن طريق الصور اللي هم يسايبينها للبشر ومكانهم في المجرة فين بالظبط. بص انت هتخش مجرة درب التبانة هتلاقي ايدك اليمين كده فاهم فيه شمس كده صفرة صغنونة كده كده حلوة فاهم، احنا تالت كوكب على الشمال. المهم ابو الصحاب نسيبنا احنا بقى من الهري ده، هم عايزين الفضائيين يوصلوا لهم وده مش موضوعنا، قفله عاملاها له الصحافة مخصوصة ليه يعني. وقفنا ما بيتكلم على انجازاته والكلاب بتهجم على المكان وبتبوظ الحفلة كلها وبتوقع كلارك على الارض ده. فبيصحى ساعتها من النوم في مكتبه وبنعرف ان هو اساسا كاتب فاشل اساسا وكل ده كان حلم عشان ما كانش مغطيها كويس. فكرني لنفسي والله وانا نايم بحلم ان انا بتجوز نتاشا او باخد الاوسكار. المهم بيسحب الصحاب على صوت الكلب بتاعه واللي اسمه دينيس واللي بيكون عمال يهوهو وبتيجي جارته وتهزق كلارك عشان صوت الكلب عالي. فكلارك ساعتها بياخد دينيس عشان يمشيه في الشارع حبتين. بعد كده بيروح على شغله واللي بيكون مدرس فاشل في مدرسه ما كده ملناش دعوه بيها. بعد الشغل بيروح السوبر ماركت علشان يشتري حاجات البيت، فبيلاقي ساعتها جارته اللي هي برده الكراش بتاعته اللي اسمها كاثرين ماسكه برطمان مخلل كده واقفه بتعيط، وبيقول لها ساعتها والله عندك حق يعني سعر المخلل يعني يخلي الواحد يعيط والله يسعر كل حاجه. وعي بقى شوفي سعر التونه نفس انت موتي نفسك يبقى ب 60 جنيه دلوقتي. اما لو شفت سعر البصل مش موضوعنا. المهم ابو الصحاب بيديها منديل تلف فيه كده فبتشكره وبتمشي. عمالقه فشخ ومتطورين جدا ووصل لهم كمان مئات الرسائل من جميع كائنات الكون اساسا، ولكنهم بيرموا الرسائل دي في الزباله يعني وبيقعدوا يضحكوا عليهم عشان كاتبين ان هم مسالمين. بياخدوا بعد كده لف على تاريخ الارض والبشر وبيقرروا قرار كان لازم يتم اتخاذه من زمان، هو ان البشر محتاجين يتعمل لهم اباده شامله. انا معاك والله العظيم بدوم عمقت ابيهم. المهم انه برضه ابو الصحاب لازم كوكب الارض يتدمر، بس واحد من الكائنات بيقول ان التدمير مش هو الحل يعني اسكت يا ابن السيئه انت مالكش دعوه سيبهم يدمرونا. المهم ان هم لازم يدوا الكائنات البشريه فرصه الاول يثبتوا ان هم كائنات تستحق انها تعيش. انا ككائن بشري بقول لك اسمع مني احنا ما نستحقش ان احنا نعيش. اسمع مني حياه ابوك والله العظيم ما نستحق، انا بقول لك ما نستحقش نعيش. ده احنا اقول لك الكبيره احنا في ناس يا اسطى متخيله مننا ان هم اصولهم قرود اساسا، انت متخيل بقى احنا بنحط نفسنا في الخرز ده مش موضوعنا. المهم في اخر الصحاب بيقرروا ان هم هيختاروا شخص عشوائي من الارض يدوله قوه خارقه واللي بتبقى ان هو قادر على فعل اي شيء حرفيا، ونشوف بقى يا ترى هيعمل ايه بالقوه دي، ولو عمل بيها غير وفادل بيها المجتمع مش هيدمر البشر ولا الكوكب، والبشر ساعتها هينضموا لمجلس الكائنات الاسمى، ولو كان شرير واناني وابن سيئه وهوك موت كده في نفسه فاهم هيبيدوا البشر بكوكب الارض كله. طبعا مين بقى ابو الصحاب الشخص العشوائي كيك ده؟ الشخص ده يبقى كلارك اللي احنا كنا معاه من شويه واللي فاهم بيدوله القوه ان هو يقدر يعمل اي حاجه هو عايزها. اثناء سمك هو ماشي بعجلته كده وسواق عربيه خبط وكمل ماشي، فكلارك ساعتها بيقول والله الهنيئة لك يا جدع، فالسواق حرفيا بيتهنئ له وهو بيسوق. ما علينا يعني يعني اللي هو يا نهار اسود ومنيل احيه ده الواحد يعني لو عنده القوه دي هيبقى نتاشا. المهم كلارك بعد كده ابو الصحاب بيكمل طريقه وهو مش واخد باله كده ان في اي حاجه بتغيرها اساسا. بيخش بعد كده الفصل عشان يعمل شغله اللي هو التدريس بما ان هو مدرس بعد كل يعني. المهم بيروح بعد كده الكافيتيريا عشان ياكل وبيجي زميله راي وبيساله اكتر سؤال ما ينفعش يتسال في الوقت ده اللي هو لو تقدر تعمل اي حاجه هتعمل ايه؟ فكلارك ساعتها يعني بيهزر كده يعني بيقول ان هو هيخلي الفضائيين يدمروا الصف العاشر عشان شقي جدا يعني، صراحه الصف ده خانق امي اساسا. هوبا بره واحده بالصحاب بيسمع صوت انفجار في المدرسه وبيكتشف ان احيد ده حصل فعلا ومات 38 طالب والصف العاشر كله اتدمر. لازم تطلبنا دي يعني لازم كنت تطلب مليون جنيه. مليون دولار. كلارك بعد كده الصحاب بيروح البيت وبيسلم على دينيس وبيقعد يفكر في اللي حصل كده وان هو اكيد ما كانتش مركبه فضائيه دمرت الفصل يعني، وانه لو كان عنده القدره ان هو يخلي مركبه فضائيه تدمر فصل بالكامل ما كانش هيقعد ينظف في بيبي كلب كده، كان هيقول مثلا يا بيبي كلب نظف نفسك وساعتها هو هيتنظف من نفسه. ولكن مرحبا بيك يا فرناج. الصدمه ان هو لما بيروح كده بالصحاب بيبي كلب فعلا بيروح وبيرمي نفسه في القعده عالي جدا وبيشد على نفسه السفون كمان يعني يعني اللي هو في ايه احلى من كده في الدنيا يعني. فساعتها كلارك من الصدمه بيروح يشرب منكر بيكلم الكلب بيقول ان دي اكيد كلها هلوسه يعني، بس ساعتها المركب بيتقلب منه فبيجرب ان هو يقول ان هو يرجع الازازه من تاني وفعلا بيرجع الازازه من تاني. قال لا ده بينه بجد بقى ولا ايه ده يا ريسح ومنيل. كلارك كده بالصحاب بقى بيستوعب ان هو عنده قوه خارقه فعلا، وعلشان القوه دي تتفعل بيامر الامر وبيشوح بايده كده فالموضوع بيتحقق. فساعتها بيامر ازازه المنكر انها تبدل نفسها بواحده جديده، جاي مشوح بايده كده فاهم، فازازه المنكر بتفهم غلط وبتجري في الشارع عشان تروح للمحل اللي كلارك اشتراها منه وتستبدل نفسها.
يخرب بيتك، ده مش قصدي اساسا، انت رايحه تعمل، خدي يا بنت المجنونه. المهم بعد كده سان كلارك بيجري وراها، ولما نزل بتلاقي المحل مقفول، بتقول ما فيش مشكله خالص، ومجاي كسر الازاز ومفعله انذار المحل اساسا. فكلارك ساعتها بياخد دله في اسنانه وبيجري في دخله الشرطي اللي بيخبط فيه اساسا، بيكون عايز ان هو يقبض عليه، ولكنه باستخدام قوته بيامر دينيس ان هو يساعده في ان هو يعض الشرطي من مؤخرته وبيهربه. طب يعني هو انت معرفتش تفكر غير في دي؟ طب ما انت كنت ممكن تامر ان هو ما يقبضش عليك اساسا، عادي جدا يعني. المهم بعد كده الصحاب بقى بيلاقي الشرطه كمان بتجري وراه، فبيامر ان هو في البيت وبيتعشى مع دينيس، فبيرجع البيت فعلا وبيتعشى مع دينيس في طبق الكلب حرفيا. يعني انت حدد معلش، يعني خليك سبيسيفيك في المواضيع دي، عشان لو ما حددتش انت ممكن تعمل حاجات سيئه جدا يعني. المهم بيبدا بعد كده يستوعب ان هو كان السبب في دمار الصف العاشر، اللي هو يا نهار اسوح ومنيل، ده انا اللي موتهم كلهم. فبيامر ساعتها ان كل اللي ماتوا يرجعوا للحياه من تاني، ولكن هو ما حددش الامر، هو ما حددش ان الصف العاشر ان هم يرجعوا للحياه، هو حدد ان كل اللي ماتوا، ففعلا كل اللي ماتوا بيرجعوا للحياه من تاني. وقبل ما تحصل كارثه كلارك بيلاحظ وبيامر ان كل اللي ماتوا في الصف العاشر يرجعوا، بس مش كل اللي ماتوا حرفيا. او بقول لك ايه اساسا، بيامر ان الانفجار ما حصلش اساسا، بيرجع للزمن اثناء ما كان في الكافيتيريا مع راي، وبيساله لو بتقدر تعمل حاجه هتعمل ايه. فكلارك ساعتها بيفكر ان هو كان كل ده ممكن يكون كان في حلم اساسا وسرحان يعني، فاهمك ايه اللي حصل. هو بيقول طب بدل ما انا اعمل كل الخزوقه دي، طب ما ارجع بالزمن ده للحظه اللي هو سالني فيها انا كنت نفسي اعمل ايه، فما اقولش اللي انا كنت اعمله ده. فلما رجع افتكر ان هو ممكن يكون كان بيفكر او كان سرحان او كان بيتخيل يعني، فساعتها مش بياخد في باله، بيروح يدي درس للصف العاشر اللي بيلاقيهم نازلين دعك في بعضهم، فكرين مدرسه عاشور وهم نازلين فشخ في بعضهم. ساعتها بقى بيؤمر ان الفصل يبقى اهدى جدا ومتفاهم، وفعلا انا بالصحاب الامر بيتحقق، والفصل بيبقى اهدى من حياتي اساسا او من دماغي يعني، انا عشان في 15 نفر بيتكلم مش موضوعنا يعني. المهم يعني بالصحاب يعني كل حاجه هو بيقولها بيتنفذ اوامره يعني. وبعد الحصه كلارك بيروح للمدير، بس قبل ما بيروح بيؤمر ان المدير يبقى الطف معاه، فالمدير ساعتها بيديله علاب وبيتكلم معاه بتقدير وبلطف، والدنيا لذيذه قوي. بيلاقي بعد كده صاحبه بيعاني عشان يتعرف على مدرسه ثانيه، فبيامر انها تقع في حب صاحبه، وبيقعد يضحك عليهم هما الاثنين. بعد شغله بعد كده هو مروح، بيؤمر ان هو يبقى رئيس الولايات المتحده الامريكيه، ومره واحده بيلاقي ضرب نار عليه وعربيه بتيجي تاخده اساسا واكشن كتير كده. فبيؤمر ان هو يرجع البيت ويرغي حمار رئاسه المملكه المتحده الامريكيه ويبقى رئيس مصر. إيه لا 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 بهزر معاك عزيزي المشاهد، محدش يقدر يبقى رئيس مصر غير يا اختي، انا بقول انت رئيس وطن، خرب بيتك يا غريب. كلارك بعد كده بيقف قدام المرايه في البيت، وبيقعد بقى فاهم عمال ايه يحفر كده بقواف، وبيؤمر ان هو يبقى عنده شكل رجل عظيم كده، فبيبقى شكلي بما ان انا عظيم وكده. مش هتكلم عن نفسي كتير. المهم تاني يوم بالصحاب كلارك بيروح شغله، وبيقول لري على كل حاجه وان هو بقى عنده القدره على فعل اي شيء حرفيا. في الاول ري بيفكر ان هو مجنون يعني، ولكن كلارك بيقوم مخلي هيكل عظمي يتكلم، فري ساعتها بيقتنع بكلامه، انا مصدقك يا باشا. بيبدا بعد كده ان هو يقول له افكار تتعمل ازاي، ان هو مثلا يقدر يخلوا اي ست تقع في حبهم عادي جدا. فكلارك ساعتها بيقعد كده يفتكر اللهم صل على النبي، لا البت الكاسي اللي انا كنت بكرش عليها يعني، ده كان في واد ساذج كده اسمه جرانت، كان عنده سلطه قاعد عمال يعكسها وبيحاول ان هو يشتريها بفلوس، نروح اطلع ميتين امه الواد ده. وبيرمي ابو الصحاب في وشها مفتاح شقه هديه فاهم، وبيمشي بالعبايه الاربنجيلي. فكاسينا ابو الصحاب بتاخد المفتاح وبترجع البيت، وهي مش عارفه تعمل ايه مع الواد جرانت ده اساسا. واثناء بقى هي بتتكلم مع صديقتها بتتذكر الواد كلارك جارها، واللي بيبقى شخص حنون وطيب وجذاب لدرجه العذاب. فصديقتها ساعتها بتقول لها طب يعني ما تلعب معاه تحت، الله يعني هو فيها ايه ما تلعب معاه تحت يعني، شايفاه الواد كده بيلعب معاه تحت عادي يعني، احنا كده كده مجتمع متفشخ قصدي متفتح يعني، والموضوع ده عندنا عادي يعني. فكاسن بعد كده تقتنع بالفكره، وبتطلع له في نفس الوقت اللي كلارك بيامر ان كاسن تقع في حبه فيه في نفس الوقت. القوه اللي عند الكائنات الفضائيه اللي بتدي كلارك القوه حصل فيها خلل، وقوه كلارك كلها راحت يعني. كلارك دلوقتي مفكر كاسن طلعت له عشان هو امر انها تقع في حبه، وهو سند ما حصلش عشان حصل ايرور في القوة بتاعته يعني. واول لما بيفتح الباب بيلاقي ساعتها كسر نزلت فيه بوس، وبيلعبوا ساعتها ست حد مع بعضيهم، وحاجه قمه في استغفر الله العظيم، احنا مش هنتجوز ولا ايه يعني. المهم بالصحاب مع نهار تاني يوم القوه بتاعت كلارك بترجع من تاني، بس كسر بتكون مشيت عشان شغلها، وبيفكر انها لعبت مع ست حد علشان قواه اساسا، وان هو امر بكده. بيلاقي بعد كده الدنيا بتشتي، فبيامر انها تبقى صيف، وبيامر هدومه انها تيجي تلبسه حرفيا يعني. ايه يا كابتن ما بالراحه يا اسطى، انت كميه الاوامر دي انا نفسي فيها والله العظيم يعني. بيامر كمان الشوكه والسكينه انها تاكله، وبيامر الكتاب ان هو يقرا له نفسه، ولما بيجي اسان كتاب الماني بيامر ان هو يفهم اللغه الالمانيه عادي جدا يعني. وبيلاقي دينيس قاعد عمال يهوهو، فبيامر دينيس ان هو يعرف يتكلم زي البني ادمين كده زينا، وبيعرف ساعتها ان كل اللي بيفكر فيه المكافاه اساسا اللي هي بتاعت الكلاب دي، اللي هو انت فاهم كلبك يعمل حاجه فيديله مكافاه يعني وكده. فبيامر ساعتها ان الكلب بتاعه يكون عنده القدره على العقل او الفهم يعني، عشان يعرف يتكلم معاه ويبقى صاحبه وكده، ولكن دي الكلب عمره ما يتعدل وبيفضل متخلف برضه، كل همه في المكافاه. فين المكافاه بتاعتي فاهم.
المهم بيقطع بعد كده كلام الكلب مع البني ادم كباب، فكلارك ساعتها بيروح يفتح الباب وبيلاقيها كاثرين اللي بتعتذر له على الليله اللي فاتت عشان كانت سكرانه. انا مش عاهره سعاده البي، والله انا معجبه بيك بس مش عاهره يا باشا. ولكن ابو الصحاب دينيس من سام بيقعد يقول انا بحبك يا كلارك، العب معايا سام تحدي يا كلارك، يا كلارك العب معايا سام تحدي يا كلارك. فكاثرين ساعتها بتقول لكلارك انت غريب الاطوار مش قصدي يلا ليه كده، عشان كلارك قال لنا ده صوت السباك يعني مش عارف ده صوت الكلب ده اوسخ بكتير، والسباك ده كان جي سينس ده ولا كان مين اللي بيقول لك تعال العب معايا سام تحدي؟ انت في ايه يا كلارك؟ انت مالك مش مظبوط؟ ما تقف عيد اللي يلا فيه ايه. المهم كلارك بعد كده بالصحاب بيلحقها، هو بيقول لها ان هو بيحبها وان هو ستريت يعني مش قصده ولا حاجه، وان كل ده كان سوء فهم اساسا يعني، وكون كل ده اساسا كان سوء فهم يعني. ولكن كاسم بتقول ان هو يبعد عنها وبتمشي ترجع شقتها، اصل انا قرفت منه قوي قوي قوي، او تطلب منه ان هو يخرج ويسيبها في حالها ويمشي من حياتها كلها. وبتهزقوا ساعتها قدام الجيران كلهم واللي منهم كلارك، فبيروح لها وبيقول لها انها تسيبه محبوس في شقتها وتيجي تتعشى معاه لحد لما يشوف في اي نيله يخرجه منها يعني. فكاسرين ساعتها بتوافق لو طالما كده خلاص ماشي. بتروح بعد كده بالصحاب تقعد معاه وبتحكي له قصتها اثناء هما بيحضر العشاء، وبيقدم الشوربه لكاسرين ولما بتدوقها بتقول له ان دي افضل حاجه تذوقتها في حياتها، وان كلارك طباخ شاطر جدا، ما تعرفش اسال كلارك عمل الاكل ان هو يبقى لذيذ يعني. يلا ما علينا. اثناء ما الصحاب هي قاعده بتمدحه بتساله عملها ازاي، بيقول لها الحقيقه وان هو امر الشوربه انها تبقى لذيذه وانها تعجبها عشان كده هي عجبتها، وان هو عنده القدره على عمل اي شيء والهرج ده كله يعني. واثناء ما هو بيشرح بيديها مثال مثلا ان هو يقدر ان هو يؤمر يبقى ليها مكتب خاص باطلاله فشيخه على البحر ويتحقق عادي جدا. في الاول كاسه كانت مفكره الواد ده بيكذب او بيهرت الفان بيخرف كده واخد الترمادول ولا حكايته يعني، لحد ابو الصحاب لما جرانت اسام بيقتحم عليهم الشقه من الشباك وكان عايز ان هو يقتل كلارك عشان هو شاف كاسن بتمسك ايده، فبيرفع ساعتها عليه المسدس، ولكن كلارك بيامن المسدس ان هو يطير من ايده اساسا وايده بتتكسر ويزق في السقف. ولكن للاسف يعني بعد كل الحاجات دي كاثرين كانت مشت اساسا يعني، انها كانت مفكرهم مجانين تعلم على المسا ولا في ايه يعني. المهم اثناء الصحاب بقى ما كلارك بيشرح لجرانت ان هو يقدر يعذبه او يعيشه في نعيم، دينيس بيكلمه وبيخليه يتشتت، فجرانت ساعتها بيضربه على دماغه وبيخليه يغمى عليه. كلارك بعد كده بيفوق بيلاقي نفسه مربوط وقدامه جرانت اللي بيقول له ان هو هيفك الرابطه اللي على بقه ولو قال له حاجه بره الكلام اللي في الورقه اللي قدامه هيقتل دينيس. فكلارك ساعتها بيضطر ان هو يسمع كلامه وينفذ اللي في الورقه بس. اثناء ما كاسل راح للشغل اساسا لقت ان جالها مكتب مخصوص بدون سبب كده وفعلا بيطلع فشيخه، فبتعرف ان كلارك كان صادق في كلامه، فبتروح بعد كده بسرعه على شقه كلارك عشان تعرف هو ايه الحوار الرجاله. ولكنها بتلاقي ري اللي بيدور على كلارك هو كمان وبيروح معاه يدور على كلارك في الشقه اللي كان جرانت مديها هديه لكاسن. فكاسن ساعتها بتاخد المفاتيح وبتروح للشقه وفعلا بتسمع صوت كلارك جوه هو وجرانت، وبتخش الاوضه بتلاقي جرانت ماسك كلارك ونازل فيه امنيات من هنا للصبح اساسا، لحد لما كلارك بيتمنى ان كاسن تنط على جرانت عشان تلعب معاه سبت حد. فجرانت ساعتها بالصحاب بينسى ايه كلارك اساسا متعلقه، فيعني اللي هو مش وقته بقى يلعن ميتينك انت. فدلوقتي بالصحاب كلارك كده ان هو يتمنى اي حاجه عشان هو كان معلق ايده يعني، هو دلوقتي كلارك لو قال حاجه هو مش عايزها مش هيحرك ايده حركه معينه عشان امنيه تتحقق، فلازم هو يتمنى حاجه هو عايزها عشان يحرك ايده وامنيه تتحقق. فلما شاف البنت نطت عليه فقال لك كل ده. كلارك ابو الصحاب بعد كده بقى بيقدر ان هو يتمنى اي حاجه، فبيامر بتحرير دينيس وتحويل جرانت الكلب، وبيحرص ساعتها نفسه وبيرجع كل الحاجات اللي هو اتمناها عشان جرانت من تاني، وبيرجع برده كاثرين لوعيها من تاني بعد ما كانت تلعب سطح حد مع كلب اساسا. فكاثرين ساعتها بتزعل بدون سبب تقريبا يعني، يعني هو بسبب نوعا ما يعني انت كنت لسه هتخليها تلعب مع راجل سطح حد غصب عنها مش موضوعنا يعني. المهم تمشي بعد كده مع ري عشان يروحها. رأي ابو الصحاب بقى كائنات الفضائيه لحد دلوقتي ان البشر كائنات ما تستحقش الحياه، صراحه عندهم حق وانا متفق معاهم يعني. كلارك بعد كده بيقابل كاثرين وبيسالها انت زعلانه ليه يما، فبتقول له انها ما بقتش مستحمله فكره ان هو شخص تاني هو اللي بيتحكم في افعالها ومعاه قوه مطلقه، قصدي قوه مطلقه يعني ان هو يعمل بيها اي حاجه هو عايزها. وكلارك بيمشي وهو حزين وان ما فيش اي حد بيحبه ما عدا الكلب بتاعه دينيس. بيبدا بعد كده يستوعب ان هو كان اناني كل الفتره دي بقوته اساسا، وكان يقدر ان هو يحل بيها مشاكل العالم اساسا والخير يعم العالم كله. فبيامر ان ما فيش مجاعه في العالم، بمعنى ان اي حد عايز اكل بيجي له بدون مقابل، ولكل الناس تحقق احلامها وتلاقي اماكن تعيش فيها، وان الاحتباس الحراري والحروب كان الصهيوني وكل حاجه شديده في العالم تختفي اساسا. ولما بيفتح التلفزيون بيكتشف ان بسبب الاكل كل الناس بقوا فوق ال 200 كيلو، والحروب بدات ما بين الدول وكل امنياته تعكس اساسا على بعض، فبيامر ان كل حاجه ترجع طبيعيه بالتاني قبل ما امنياته اللي كان قايلها دي تتحقق. وبيكون ابو الصحاب هيتجنن يعني انا ازاي دلوقتي استخدم قوتي في الخير اساسا يعني، معلش يعني انا لما اطلب حاجه كلها بتقلب عليا ليه كده يا جدعان يعني. المهم عند الكائنات الفضائيه بيقرر ان هم تدمير الارض بالكامل بالبشر اللي عليها، ويبعثوا شعاع للارض يفشخف افكارها. اثناء ما كان كلارك اسام بيقرر ان هو يتخلى عن القوه المطلقه بتاعته وبيديها لدينيس، لان هو كده كده كلب اسام وهيسمع كلامه يعني، طالما بيديله مكافاه هيعمل اللي هو عايزه. ولكن دينيس بيطلع ذكي وبيعتذر لكلارك وبيقول له ان اكتر حاجه خيريه تعمل ان مصدر القوه دي تدمر اساسا. واول ابو
اصحابنا ويأمر بكده الشعاع بيلف وبيخش في مؤخرة الفضائيين بيقتلهم، ومع الانفجار كل الكواكب اللي حواليهم بتنفجر. ومعلش بقى اللي هقوله يعني، بس احنا بنشوف كلارك بيصحى على مكتبه وكل ده كان حلم زي ما كان بيحلم ان هو كان كاتب مشهور اصلا في اول ملخص وحاجه قمه في الاحياء يعني. واول حاجه بيعملها ان هو بيروح يفتح الباب لجارته اللي بتشتكي الكلب. بعد كده بيجري على كاثرين ومش بيكرر غلطته من تاني وبيعزمها على ديت مع بعضيهم. بنشوف بعد كده في اخر الفيلم دينيس مع جرانت اللي اتحول لكلب اساسا وبيتكلموا، ودينيس بيقول ان ده سر محدش المفروض يعرف عنه حاجه. بعد ما نلاقي ملخص من الصحاب عايز اسالك سؤال كده، هل اللي حصل ده حصل بجد ولا كان مجرد حلم؟ ولو انت عندك القوه المطلقه دي انت كنت هتعمل بيها ايه؟ بعيدا يعني عن ان انا هرجع ناتاشا من الموت وهتجوزها وهخلي دعسوق تختفي من الوجود يعني، وحاجات تانيه كتير تحصل، بس مش موضوعنا. تقول لي انت بالصحاب ايه رايك في الموضوع ده؟ ولحد هذه اللحظه بحب اقول لك ان بس كده توتا توتا خلصت الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، تنساش تعمل فولو على انستجرام، ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي منتج وكاتب الفيديو ده، وما تنساش يا بالصحاب تعمل سبسكرايب لبقيه القنوات اللي هتلاقيها تحت في الديسكربشن. وبس كده اعمل حاجه، ولنا لقاء اخر في قهوه حدوته، والسلام عليكم.